السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التحركات ديال النصير المزراوي اللي كيقدم بدايه موسم رائعه في البوندسليغا، خصوصا بعد رحيل بنجامين بافارد. فالرسميه غادي تبقى اكيده للاعب المغربي نصير المزراوي اللي قدم مباراه كبيره خصوصا دفاعيا، سواء في قطع الكرات او في الالتحامات فهو قوي ودائما كيتفوق على المهاجمين. كيبقى اشرف حكيمي قوي عليه هجوميا، لكن نصير المزراوي قوي دفاعيا. ومباشره بعد الخروج ديالو تلقى الفريق ديالو الهدف الوحيد. فنخليكم مع التحركات ديال نصير المزراوي. كيف العاده ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كانوا هادو التحركات ديال الظهير الايمن المغربي نصير المزراوي. شكون اللاعبين اللي كتبغيو دائما نهتموا بهم نجيبوا لكم التحركات ديالهم، وشكون هما اللاعبين الجداد اللي كتوقعوا انهم غادي يكونوا في القائمه ديال وليد الركراكي في هذه المباريات القادمه، خصوصا انه كثر الكلام على ابراهيم دياز اللي كان حاضر بمدينه طنجه، خرجوا بزاف ديال الصور ديالو. كذلك لاعب برشلونه لامين يامال اللي خرجت الصوره ديالو مع فوزي القجع، ومن بعد خرجت صوره في احد المطاعم اللي كان حاضر فيها حتى وليد الركراكي. فالا جاوا جوج اللاعبين غادي تكون اضافه قويه لصالح المنتخب الوطني المغربي، خصوصا لامين اللي كيتوفر على موهبه رائعه وهو مازال في السن 16. فربح كبير غادي يكون المنتخب المغربي الى اختار انه يلعب للبلد ديالو المغرب. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما وديما مغرب.